خلينا السؤال الثاني، شكرا على النصيحة الدال على الخير كفاعله. نبدأ بالموضوع الثالث، مش من حقي يقول لك المنتخب يستحق مدرب تونسي أو مدرب أجنبي، ماهيش في البريوغاتيف نتاعي. أنا ماهيش نسائل في كرة القدم التونسية، أنا أحد أطراف كرة القدم التونسية، مدرب تونسي. واحد. اثنين، لم يقع استشارتي فيما يخص المشاركة في الشأن من عدمها. ما وقعتش الاستشارة بتاعي، دونك نات إبريسي. حاج محمود. تقريبا ساعة واحدة بتاع الليل خبروني انه حاج محمود هو تعب شوية. دونك ما نجمش نقعد نظرف نتاع ام نعرف كيف تلوم. دونك سمحت له باش يمشي. مشى حاج محمود. يبدو بعد انه ماهوش هذا الظرف الحقيقي. اوكي؟ يعني اللاعب حميته الى اخر وقت. حاج محمود يتظلم وله الحق في التظلم، لكن ليس له الحق في انه يراوغ البلاد. او باش نحكي في الاخر مالي شعبوي. قداش من مره جابوه؟ تقريبا 15 مره ولا 14 مره ما شاركش. بالاتفاق مع دريس الميزوني، بالاتفاق مع المهاجم، لا لا، بالاتفاق مع مقني. هذوما الكل سي دي بلون تاع ماتش، محضرين حتى التوقيت تاع اللعب والسيناريوهات تاع الماتش. اليوم مثلوثي كم شوف حمزه، مشيتو بعد المباراه اعتذرت له لانه الظرف ما كانش يسمح، كان باش يخرج من الرياح ويدخل هو، لكن الظرف ما سمحش. دونك اون دي بلون تاع طون جو نحضروهم قبل الماتش، كان يعرف انه باش يشارك. خذا قراره يتحمل التبعات. حكيت لي انت معناها تحكي على معناها الفنيين يعطيوا رايهم واحد، معناها باش نحكيو كيما العاده على الورشات نتاع العمل والافكار واحد. قداش شخص عنده 10 سنين هو نفسه؟ كلام طبيعي هذا، طبيعي. تعرف معناها اراده سياسيه يثنيوا الركبه ويسكنوا هكا واضحين. التشخيص سليم لأمراض كرة القدم التونسية قالوه الكل، عندهم 10 سنين يعاودوا فيه. داخل فيه حتى التعصب وناحية كل شيء، الزوايا الكل نتاع كرة القدم التونسية. أوكي؟ دونك لازم توا كي يقول لك الإرادة السياسية تاعش معناها ثقل. شفت البلفدار؟ ها؟ مشاروا العسكر ولا نتاعنا الجيش حيوا تحفة عنه. كرة القدم التونسية لازم هكاك. تثني الركبة وتمشي، هذه اش معناها الإرادة السياسية؟ بخصوص المنتخب في الفيرسيون نتاعو هذايا حتى نتاع زوز ماتشات. يبدو لي حتى تاريخيا أول مرة عندك زوز لاعبين الترجي ولاعب النادي الإفريقي. عندك بلال أيمن النادي الإفريقي وعندك أمان الله من ميش. وكأن قطعنا مع العادة نتاع الكبار بين ظفرين. اوكي شكرا لنادي سبيرسي فريق ولاد اليوم عنده ثلاثة لاعبين موجودين ولا واحد منهم في النستير واحد في شختار. المهم الملاحظة الثانية فيما يخص ما قد قيل عن يوسف المساكني وإبعاده على المنتخب، أقول لكم علاش باش نرجع. باش نرجع على خاطر وقت اللي يتجرأ خالد القربي وغيره وعثمان نجار كانت عنده النية انه عايت يوسف المساكني وقيس اليعقوب يرفض. انا واضح التوجه نتاعي، يوسف المساكني مش باش يستدعى، مش معناها انا وقفت كارير الانترناسيونال تاع يوسف المساكني. مازال نجم يرجع يوسف المساكني، وقول لي يوسف المساكني راه مركع 10 بوند. وانا شفت صحيح يوسف ما يجيش على خاطر المباريتين كما شفتهم انا وكما تصورتهم لعبتهم في مخي وقتها ما نحتاجش يوسف. يوسف المساكني منذ يومين بعث رسالة لعثمان نجار، أعطونا قطع الكونت نتاعي إكس، أنا ما عنديش فيسبوك، عندي تويتر، مساحة نتاع شوية حرية نحكي فيه شوية. ننزلكم الرسالة اللي بعثها يوسف المساكني نحييه، لأن يوسف المساكني لاعب كبير نجم حتى واحد يشك فيه وأنا ما شككتش فيه.
مساكني بارك للمنتخب بالانتصار تاع بريتوريا، واتمنى التوفيق للمنتخب في مباراة اليوم. قولوا له سامحنا الله غالب يا يوسف ما حققناش الأمنية بتاعك، يقول له سلم على قيس هكا كريمو، خاطر عندي علاقة طيبة مع برشا ما قالش لكوتش لسي قيس ومحلاها مقبولة من عنده، سلم على سي قيس وقول له راني مقتنع بالقرار بتاعك وراهو كيما البارح كيما اليوم، أظن نزلوا على إكس. أحمد ما عندك أنت ديما أنت يا أوكي مو أصحاب أنا وياك، دونك حتى تقفل الحكاية نتاع يوسف مساكني وعدم استدعاء. هذه الملاحظة، بارك الله فيكم.